برشلونة في غرناطة شنا كيفاش الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة العشرين وين كانت مباراة مثيرة مباراة كبيرة وين نقولوا بلي غرناطة اليوم لولا خروج لعاب جيرمان في شونزاز في الدقيقة 69 ما كانتش كانت تكون هذه النتيجة، ما كانتش كاينة تكون هذه النتيجة خاطش على شنا غرناطة وين وقف وين أسال العرق البارد لبرشلونة في الكابنو. يعني اليوم نقولوا بلي مارك اندريا الحارس تاع برشلون سيرجيو شنا كيفاش جيرارد بيكي شنا سامويل شنا كيفاش جوردان البا يعني كيفاش سيرجيو ارتور ميسي فاتي انطون غريزمان شنا كيفاش ريكي. رغم ذلك كل هذ اللاعبين في غياب سواريز بسبب الإصابة، لكن نقولوا اليوم باللي برشلونة عانى كما نقولوا حنايا عانى كثيرا في هذه المباراة. ونشوفوا كيفاش كانت نتكلموا الإحصائيات وين الإحصائيات نقولوا باللي كانت البارسا كانت هي اللي كانت مسيطرة سيطرة كبيرة، لكن تضييع فرص 74% نسبة استحواذ البارسا، 26% بالنسبة للغرناطة، 120 تمريرة الغرناطة، 672 تمريرة لبرشلون. وين شفنا كيفاش برشلون كيكي المدرب اللي دخل بخطة 4-3-2-1 شفنا كيفاش المدرب تاع غرناطة اللي دخل بربعة 5-1 خاصة في الشوط الثاني وين لعبوا في الدفاع، رغم أن كيفاش سنا سيلفا الحارس تاع غرناطة شنا فيكتور دومينيفيس شنا كيفاش جيرمان اللي خرج بالبطاقة الحمراء ديميتري شنا ماكسيم شنا كيفاش بان بريس الفارو شنا درومبان شنا كارلوس خوسي أنطونيو شنا كيفاش هيراري. يعني كانت المباراة كانت صعبة بالنسبة للريال مدريد للبرشلونة، وين حتى بعد خروج اللاعب بالبطاقة الحمراء حتى 76 وين ميسي يسجل هدف دائما ميسي وين ينقذ البرسا في الوقت الحرج. يعني كانت المباراة نقولوا بلي مباراة كانت كبيرة ما نقولوا بلي البرسا وين سيطرت سيطرة كبيرة في هذه المباراة، لكن غرناطة عرف كيفاش نقولوا الشوط الأول وين كان فرص ضائعة خاصة وين غرناطة كذلك في الدقيقة 12 وين مارتشيز الذي أضاع الهدف في الدقيقة 12 شنا كذلك جيرمان وين قبل خروجه من البطاقة الحمراء وين في الدقيقة 59 وين سجل وين ضيع هدف كان محقق. يعني وكذلك البارسا وين تفننوا في تضييع الفرص. هذه هي المباراة بالجولة العشرين الدور الإسباني الدرجة الأولى برشلونة غرناطة صحيح.